اصابات ومسيرات في الضفه وغزه، والمستوطنون يعربدون. هذا العنوان تصدر الصحف الفلسطينيه، وللمزيد ادعوكم لمتابعتنا في برنامج متن الخبر، فاهلا بكم ونبدا مشوارنا من صحيفه الحياه الجديده. السيد الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين على مواقفه الثابته تجاه القضيه الفلسطينيه، وفي اذنها اليمنى 44 عاما على انتصار مصر في حرب اكتوبر المجيده. وعنونت الصحيفة أيضا رجوب الوقت الآن يسمح ببناء شراكة وطنية حقيقية ولا تزال الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين بخبر تحت عنوان إصابات في الضفة وغزة والمستوطنون يعربدون وفي جانب الصحيفة زملت يلتقي مرشحي الأحزاب الأمريكية في شيكاغو ننتهي من محطتنا في قراءه اهم عناوين صحيفه الحياه الجديده وننتقل الى محطه اخرى ففي الصفحه الاخيره مقال للكاتب سلطان الحطاب تحت عنوان الى الرئيس ابو مازن القول الفطين في قطع الشك باليقين قال فيه ولكنهم لم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد فهل استبانوا الرشد وهل ادركوا انهم فرقوا العصيه الفلسطينيه لتتكسر وانهم لفظوا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله واكتفوا باللفظ وضلوا بعد ذلك سبيلا حملوا الأمة فوق ما تحتمل ووضعوها في غزة أمام الآلة الحربية الإسرائيلية التي طحنت الأطفال وحرقت الزرع والدرع حتى أصبحت غزة في المستنقع وسط الظلام محاصرة من الدواء والكهرباء وقد جرى شيطنتها وأغلقت في وجهها المعابر وضاقت بأهلها الأرض بما رحبت يتولى من أقام لحكمها اللجنة الإدارية الجباية واقتصاد الأنفاق لأول مرة في التاريخ ليأكلوا ويجوع غيرهم ويتعالجوا ويمرض غيرهم ويضيء بيوتهم وساحاتهم ويعيش غيرهم في الظلام. واضاف الكاتب: كانت الخيارات صعبه امام الرئيس عباس ومن يؤمن بنهجه ليقول ان كنا رضينا النتائج في الانتخابات فهل نخوض حربا اهليه وقودها الشعب الفلسطيني اذ لم يكن يهتم هؤلاء بما يكن ان يحدث وكان الاهتمام منصبا الى اقامه كانتون في غزه حسب انهم من خلاله يفتحون الدردنيل. واضاف ايضا ما قاله الرئيس عباس للميس الحديدي وعمرو أديب في لقاءين تلفزيونين منفصلين وهو وثيقة تكشف اللحظة القائمة وتداعياتها قبل أن تنسى فقد سرد الدوافع والأسباب وأضاء المساحات السابقة والقائمة واللاحقة دون مواربة وهو يدرك حجم العبء وعودة الأمانة إلى أهلها بعد أن وقع عبث شديد وتدمير وإساءات ونزف دماء زكية وأضاف الكاتب أيضا في مقاله يدرك أبو مازن أنها بداية وأن هناك صعوبات جمة وأن الدولة الفلسطينية ما زالت وأنها لن تكون بين عشية وضحاها بل بد من مواصلة العمل على الطريق الناجح الذي دشنته قيادته بكفاح سياسي واضح في منظمة الأنتربول وقبولها في العديد من المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة هكذا ننتهي من صحيفة الحياة الجديدة وننتقل إلى صحيفة الأيام لنستكمل أهم وأبرز عناوين الصحف المحلية إصابة 12 مواطنا خلال اقتحام حي أم الشرايط في البيرة والعشرات جراء قمع المسيرات الأسبوعية في الضفة والقطاع وأبرزت الصحيفة صورا للمواجهات في أم الشرايط وفي أذنها اليمنى مستوطنون يصيبون طفلة في الخليل وشابا من عصير الشمالية بجروح بالغة وهناك من ينتقد الحكومة الإسرائيلية غوتيريس ينتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين وفي أسفل الصحيفة منح جائزة نوبل للسلام للعام 2017 لمنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ومرورا في صفحاتها وصلنا إلى محطة جديدة ففي الصفحة الحادية عشرة مقال تحت عنوانه المصالحه بدايه موفقه وطريق لا تزال صعبه بقلم عبد الناصر النجار حيث قال حمل الأسبوع الماضي أمالا كبيرة للفلسطينيين بإنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية حقيقية على قاعدة أن التناقض الأساسي كان وما زال مع الاحتلال وأن قلب المفاهيم يصب أساسا في صالح اسرائيل. سنوات عجاف عاشها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته كان بالإمكان استغناء عنها لو تمكنا جميعا من فهم فن السياسة وكيفية التعامل مع الأحداث. بعد الانقلاب اعتقدت حركة حماس أنها قادرة على إدارة قطاع غزة وأنه يمكن نسج تحالفات خارجية جديدة تمكن حالة الامر الواقع وربما اعتقد بعض قادة حماس ان إقامة الدولة الاسلامية اذا صح التعبير اصبح باليد ولكن بعد عقد من الزمن جاءت النتائج كارثية على جميع المستويات بدءا من الحصار المشدد على قطاع غزة وشل حركة المواطنين وفرض حالة من التجويع والفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. وعلى الرغم من محاولة حماس السيطرة على هذا الوضع، فإنه في النهاية تبين أن الأمور تزداد سوءًا وأن الجماهير لم تعد قادرة على التحمل أكثر. وأضاف الكاتب: لا شك في أن الإنقلاب السياسي في تفكير حركة حماس ومواقفها أعطى دفعة حقيقية للمصالحة، وفتح ثغرة كبيرة في جدار الممانعة والمماطلة التي استمرت سنوات طويلة. وأنهى الكاتب: الاسابيع القادمه ستكون حاسمه في مصير الشعب الفلسطيني وقضيته، واذا ما انجزت المصالحه الحقيقيه وحلت المشاكل الصعبه وتمكنا من اقامه وحده وطنيه حقيقيه في مواجهه الاحتلال، فسنتمكن حينها من فرض ارادتنا الوطنيه على اي حلول او صفقات لا تلبي الحد الادنى من التطلعات الفلسطينيه. ومن صحيفه الايام الى صحيفه القدس ومن ابرز عناوينها لهذا اليوم. مصادر مطلعه حماس قد تتنازل عن المشاركه في حكومه الوحده الوطنيه المقبله تجنبا للفيتو الامريكي. وعنونت ايضا: السيد الرئيس يثمن مواقف الملك سلمان الداعمه لشعبنا. وفي جانب الصحيفه: عشرات الالاف يؤدون صلاه الجمعه في الاقصى المبارك. وفي اسفل الصحيفه عنونت صحيفه القدس ايضا: ترامب سيعلن عدم مصادقته على الاتفاق النووي مع ايران. وترامب ينفذ الفصل الثاني من سياسة أوباما مشاهدنا متن الخبر ينتهي من جولته في الصحف الفلسطينية فاصل ونعود أهلا بكم قبل قليل تناولت مقالا تحت عنوان إلى الرئيس ابو مازن القول الفطين في قطع الشك باليقين نستضيف كاتب المقال الاستاذ سلطان الحطاب من الاردن اهلا بك معنا في متن الخبر اهلا اهلا بك نوهت في مقالك ان غزه تحملت الكثير حتى اصبحت في المستنقع وسط الظلام محاصره من الدواء والكهرباء وخسر المواطنون فيها بيوتهم سؤالي استاذ سلطان هل من الممكن ان يتم الخروج لا. من هذا المستنقع يعني ان صحت النوايا وتوفرت الاراده واعادت حماس انتاج تفكيرها واساليبها يمكن ذلك لان اهل غزه تحملوا فوق ما يمكن ان يحتمله بشر والقرارات التي اتخذت بخصوصهم بحقهم وتوظيف صمودهم ووطنيتهم كان توظيفا ليس ايجابيا بمعنى أن غزة زج بها في مم. صراع يستهدف الإبادة دون إدراك للنتائج. نعم. المقاومة معادلة، المقاومة رياضيات، المقاومة جدوى. آه الناس تقاوم من أجل أن تعيش، من أجل أن تملك كرامتها، وليس وليس من أجل أن تنتحر. غزة الآن في وضع سيء جداً، مم. والاحتلال الذي سبب ذلك واستعمل أدوات. من اجل تسبيب ذلك يتفرج اذا هذه الكره الناريه الان تلقى في حضن السلطه الوطنيه الفلسطينيه وفي حضن الرئيس ابو مازن ولكنه يقبل عوده الابن الضال لان هذا الابن جزء من هذه الاسره غزه جزء من الشعب الفلسطيني لا ذنب لشعب غزه فيما حدث سوى انهم وجدوا انفسهم هكذا وبالتالي عندما نقارن بين الوضع في الضفه الغربيه المحتله وبين الوضع في غزه فهناك تباين شديد لماذا تذهب غزه الى هذا الحال طالما ان النتائج واحده وان التفكير في نهايه الامر اصبح متقاربا او واحده هذا السؤال هو برسم الاجابه عليه وبرسم محاسبه اولئك الذين وضعوا غزه في هذا الاطار واوصلوها الى هذا الدرك غزه الان تعيش في مستنقع غير صالحة حتى لحكم أي طرف من الأطراف وغير صالحة أيضا للعيش البشري لأنها وصلت إلى حال أراد الإسرائيليون فيه أن يحولوها إلى مقبرة أكثر منها إلى ساحة عيش نعم سيد سلطان لنعود مرة أخرى إلى ما قالت قلت أنا مقاله الرئيس عباس للميس الحديدي وعمر أديب عفوا في لقاءين تلفزيونين منفصلين هو وثيقه تكشف اللحظه القائمه وتداعياتها قبل ان تنسى فقد سرد الدوافع والاسباب واضاء المساحات السابقه والقائمه واللاحقه. سؤالي سيد سلطان من هذا المنطلق نستطيع ان نقول ان المساحات السابقه السوداء قد باتت الان بيضاء؟ نعم اعتقد ان هناك نيه واراده قويه لدى سياده الرئيس محمود عباس لتجاوز الماضي وطي صفحاته. وكان شجاعا وجريئا وواضحا ومباشرا لم يقدم وعودا براقة حين وصف الحالة في المقابلتين التلفزيونيتين وسرد ما الذي حدث من أجل أن يكون واضحا وصادقا مع الشعب الفلسطيني ولم يقل بأن المسألة يعني ستتم بين عشية وضحاها وإنما حال كثير من القضايا لاستمرار التفاوض على طاولة القاهرة من أجل الوصول الى حلول هو لم يدر ظهره ولم يشمت في الحاله التي وصل اليها جزء كبير من شعبه وانما اراد ان يتعاطى مع هذه الحاله وكانها حاله انقاذ مصاب وقع نتاج لحادث وبالتالي ارسل حكومته الى غزال للتعاطي والتعامل مع الحال وكان واضحا في المقابله بانه وصف لماذا وصل الحال الى هذا الى هذه طالما ان صناديق الاقتراع التي احتكم اليها من قبل وما زال يحتكم اليها من بعد هي الوسيله التي يمكن لحماس من خلالها ان تمثل الشعب الفلسطيني ان ارادت وبالتالي حينما جرت انتخابات 2006 كان الرئيس هو الذي منع امكانيه شطب نتائج هذه الانتخابات كما يفعل النظام العربي وبالتالي اراد ان يمنع كل الاطراف الى ان إلى أن يدرك الفلسطينيون نتائج الصندوق وكان نتائج الصندوق كما تعلمين لصالح حماس وبالتالي هو بادر أنا كنت موجود في فلسطين هو بادر ساعتها إلى الاتصال بالسيد هنية لتشكيل الحكومة وطلب من السيد أحمد قريع أبو علاء أن يستقيل لكن بعد ثلاث شهور وقع الانقلاب الذين اوقعوا الانقلاب لم يكونوا يريدوا لم تكن النوايا قد وضحت ما اذا كان الرئيس عباس على حد زعمهم يريد ان يصرفهم كشك في التسويه لم يكن ذلك قد توضح بعد وبالتالي هم انقلبوا على ما كانوا هم عليه بمعنى صعدوا الى الشجره ثم القوا بالسلم والان هم يناشدوا من اجل ان يرسل لهم السلم لينزلوا عن الشجره التي جلسوا عليها سنوات طويله وهي لم تثمر وهي كانت عاريه يابسه وبالتالي الان يريد ان يعودوا الى الارض وهنا فرصه مره اخرى الرئيس لم يدر ظهره للصندوق رغم ان الصندوق جاء بهم وانما قال لهم مره اخرى يمكنكم ان تذهبوا الى انتخابات تشريعيه ورئاسيه وان تدخلوا في اطار العمل الوطني الفلسطيني العريض وأن تعبروا عن أنفسكم من خلاله ولكم ذلك وبالتالي لا داعي لاقتلاع الأبواب المفتوحة طالما الباب مفتوح لماذا اقتحامه هناك فريق من حماس يريد دائما استمرار اقتحام الأبواب من أجل استهلاك من أجل عملية استهلاكية للشارع الآن لم يعد شيء يمكن الإتجار به وبالتالي أنا أعتقد أنه غفر أو أنه أراد لن ينسى ما الذي حدث ولكنه يتعامل مع افراد عائلته الكبيره وهي الشعب الفلسطيني هو غفر ذلك وتوجه وحذر حتى من هم في خندقه ومعه سواء من فتح او من السلطه حذرهم من امكانيه النكوص عن قبول المصالحه التي ستؤدي الى ردم الانقسام وبالتالي حذر كل الاطراف لان لديه نوايا صائبه في حين اننا ما زلنا نسمع اصواتا من هنا ومن هناك وخاصه من هناك تحاول الشغب على هذه المبادره الخيره لقد بكينا كثيرا من اجل ان تتم المصالحه وبقي العالم آآ آآ الذي لا ينتصر لحقوقنا وعلى رئيس اسرائيل يرى ان ان غياب المصالحه تفقد الفلسطينيين ان يكون لهم شريك استاذ سلطان هل هذه من كلامك ومن حديثك نستطيع ان نقول ان هناك ازمه تعصف داخل حماس؟ هناك ازمه داخليه نعم انا اعتقد ان حماس مطلوب منها ان تعيد انتاج نفسها بسرعه، لا يوجد وقت طويل للحكحكه واللكلكه، يجب ان تعيد نفسها بسرعه لاعتبارات كثيره، لظروف ذاتيه، غزه ان لم يسرعوا ستنقلب عليهم مم. اوضاع بائسه وصعبه جدا وحصار وانقطاع مساعدات اقليميه مم. ومدد خارجي وايضا لظروف موضوعيه يعني كثير من الدول العربيه صنفت حماس على غير حق انها منظمه ارهابيه بما فيها المملكه العربيه السعوديه مم. ودول الخليج ودول عربيه عديده وهذا يتجاوب مع الرغبه الاسرائيليه والامريكيه اذا لماذا لا تفكر قياده حماس والعالم ينفض من حولها وخاصه الحلفاء الاقليميين والعرب ويريدوا ان يقدموها لقمه سائغه بعد ان شيطنوها بقولهم انها ارهابيه من اجل ان تنقض اسرائيل عليها بتحالف دولي وتقضي على غزه التي هي مخطوفه بين يدي هذه القياده، بالتالي ادركت بعض القيادات الواعيه في حماس ان اللجنه الاداريه هذه يجب الا تبقى وانه ليس لديهم سوى الهروب باتجاه الحضن الفلسطيني نعم. بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت سيد سلطان ما هي رسالتك التي تريد أن تبرزها في مقالة؟ أنا أريد أن أبين أن هناك أخطاء قد ارتكبت نعم. طبعا كل الأطراف قد تكون ارتكبت شيئا من هذا الخطأ لكن ما ارتكبته حماس بحق غزة تقدمه النتائج الآن ما الذي حدث أنتم تزجوا بكل هذه ال... بكل هذه الناس في في هذا الوضع تحت شعار المقاومة طيب ما هي النتيجة وبالتالي أنا الذي أريد أن أقوله على الشعب الفلسطيني أن يضمد جراحه قبل أن تتسع وأن تتلوث يكفي أن هناك عشر سنوات مريرة من معاناة الشعب الفلسطيني بالانقسام والمصالحة هي مقدمة بسيطة قد لا. تفضي إلى ردم الانقسام وبالتالي الأهم الآن ليس ماذا تقول إسرائيل والولايات المتحدة وما إذا كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية أو خلاف ذلك لا كل ذلك نضعه جانبا وننظر إلى ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل لا. بالقيام بمهام عاجلة وسريعة وهي المصالحة ثم ردم الانقسام نعم. من اجل ان يكون هذا البيت جاهزا ليستقبل كل الظروف القادمه نعم. لان القادم هو معقد والقادم صعب واليمين الاسرائيلي يتربص وقيمه الرئيس ابو مازن انه يحقن دماء الفلسطينيين القائد التاريخي هو الذي حافظ على شعبه من الفناء صح. ومن الاقتلاع اذا كان نظام مثل نظام الاسد اقتلع اكثر من خمسه ملايين وبددهم فما بالك بنتنياهو وحكومته اليمينيه، من الذي سيعاقبه لو قام بهذا العمل؟ لن ننتظر العالم؟ لماذا لا يصلح الفلسطينيون انفسهم ويقطعوا الذرائع قبل ان يبدا اليمين الفلسطيني بترجمه مخططاته القادمه، انا لا اعتقد ان اليمين الفلسطيني يرغب في ان يتوحد الفلسطينيون، لكن هناك اراده فلسطينيه يجب ان تنمو وهناك اراده دوليه يجب ان تدعم وهناك موقف عربي يجب ان نراه الان وبالتالي مهمه الرئيس ابو مازن مهمه شاقه جدا نعم. لقد القوا بالتركه في حضنه وعليه هو ان يتصرف الان شكرا لك يا استاذ سلطان الحطاب كنت معنا من الاردن اشكرك مشاهدينا فاصل ونعود مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى ومتن الخبر سيتجول في الصحف العربيه واولى محطاته من الاردن المزيد من العناوين مع الزميله اروى حمد ابرز عناوين الصحف الاردنيه نتناولها في هذه الجوله ونبدا مع صحيفه الراي اكد اهميه معالجه التهرب الضريبي المعشر والصفدي الدعم الحكومي يجب ان يوجه للمواطن وليس للسلعه وفي الأخبار العربية والدولية، إسرائيل تخفف إجراءات إغلاق الأراضي الفلسطينية خلال عيد العرش، وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة. بعد غارات كثيفة شدتها الطائرات الروسية، النظام يطرد داعش من الميادين ويتوجه صوب البوكمال. وترامب سيسحب الإقرار بالاتفاق النووي الإيراني. وننتقل في جولتنا إلى عناوين صحيفة الدستور دعوا لإيصال الدعم لمستحقيه من خلال الدعم النقدي اقتصاديون انعكاسات خطيرة لجريمة التهرب الضريبي وفي عناوينها العربية والدولية إصابات واعتقالات في البيرة وبيت فجار مواجهة مع الاحتلال في الخليل وأوقاف القدس ثيوفيليوس ليس حرا في التصرف بأملاك الكنيسة لافيروف فصائل مهمه مسلحه بدأت حوارا مباشرا مع دمشق، والجيش السوري يدخل معقل داعش في الميادين. موسكو التعاون العسكري مع السعوديه لا يستهدف احدا. وفي خبر اخر موسكو تدعو المعارضه للتوحد في جنيف وتنصحها بعدم تقديم شروط مسبقه. وفي خبر اخير الجيش الامريكي يقرر خفض المشاركه في بعض التدريبات بسبب الازمه الخليجيه لبرنامج متن الخبر اروى حماد شكرا للزميله اروى وجوله اخرى في الصحف المصريه مع الزميل اشرف المبيض عناوين عده تناولتها الصحف المصريه هذا اليوم والبدايه من صحيفه الاخبار وزير الخارجيه الفرنسي خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في باريس يهنئ مصر علي نجاحها في تحقيق المصالحه الفلسطينيه ويعتبره نجاحا لا يمكن لاي طرف ان يحققه سوى مصر الاعلامي عادل حموده يكشف كواليس واسرار المصالحه الفلسطينيه واللقاء المرتقب في القاهره بين وفدي فتح وحماس سيناقش المعابر والوضع الامني والسلاح والانتخابات القادمه وابو مازن واسماعيل هنيه يؤكدان ان مصر حققت معجزه سياسيه بالمصالحه الفلسطينيه والرئيس الفلسطيني ساسلم السلطه لمن يفوز بالانتخابات الرئاسيه القادمه. من صحيفة الجمهورية: الجيش يتمكن من ضبط ثلاثة تكفيريين شديدي الخطورة وسط سيناء. وخبر اخر على صحيفة الجمهورية: اصابة 12 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في حي ام الشرايط جنوب مدينة البيرة. وايضا على الجمهورية: روسيا تشيد بالدور المصري في توحيد المعارضة السورية من خلال سعيها مشاركة فصائل هامة في حوار مباشر مع الحكومة السورية. انتشال رفاة 21 مصريا ذبحهم تنظيم داعش في ليبيا من صحيفة الأهرام أبو الغيط يحذر من تفتيت الدول العربية لأنه سيؤدي إلى فوضى إقليمية ومسؤول أمريكي يؤكد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بسبب التحسن في مجال حقوق الإنسان أما صحيفة المصر اليوم مصر تمدد المنطقة الحدودية العازلة مع قطاع غزة من كيلو متر واحد إلى كيلو متر ونصف والامن الروسي يكشف عن مساعده القاهره لموسكو احباط عمليات ارهابيه على الاراضي الروسيه. وبالعوده الى صحيفه الجمهوريه نختم بالخبر الفني بمشاركه 25 دوله على الجوائز واسبانيا ضيف شرف اليوم افتتاح مهرجان الاسكندريه السينمائي دوره الفنان حسين فهمي لبرنامج متن الخبر اشرف المبيضه القاهره. شكرا للزميل اشرف وجوله اخيره من لبنان مع الزميله زينه عبد الصمد. نستهل وإياكم مشاهدينا قراءتنا لعناوين الصحف الصادرة من بيروت مع صحيفة اللواء التوافق يصطدم بحمادي والتعيينات بالمادة 95 الحريري يلتقي البابا الجمعة وتهديد سوري بتدمير طرابلس استقبل مدفيديف مؤكدا أن السعودية تعيش مرحلة مفصلية في ضوء رؤية 2030 الملك سلمان معالجة أزمتي اليمن وسوريا بتوقف إيران عن التوسع وفي اللواء كازاخستان تكشف عن أجندة الجولة سبعة من مفاوضات أسيتانا قوة النظام تدخل الميادين أحد آخر معاقل داعش في سوريا المصالحة تخطو بثبات وانزعاج أمريكية شلح والتميم مطلوبان عباس يشكر خادم الحرمين على مواقفه تجاه فلسطين وإلى صحيفة الأنوار وأبرز ما تناولته من قضايا على صفحتها الأولى اعتمادات ماليه وسلفه ب 150 مليار ليره قررتها الحكومه في اقصر جلسه. الملك سلمان التقى رئيس الحكومه الروسيه ووزير الدفاع. نوبل للسلام لحمله القضاء على الاسلحه النوويه. ترامب يتحدث مع القاده العسكريين عن هدوء يسبق العاصفه. واخيرا سلسله ضرائب موازنه انتخابات جدول اعمال السلطه وغارات روسيه اوقعت عشرات القتلى بسوريا. محطتنا الاخيره مع صحيفه البلد. مسيرة وطن وحملة نساء السلام في صيدا صابر الرباعي صوت الجرح ما شفي هومنت من قدم فريقه للسلة لموسم 2017-2018 وفي منشات البلد السلسلة على محاك التشريع الاثنين وتلويح النقابي بالإضراب ترامب يرمي الكرة في ملعب الكونغرس بشأن النووي الإيرانية الجيش السوري يدخل الميادين لطرد داعش ويتقدم في حمص لبرنامج متن الخبر زين عبد الصمد شكرًا للزميلة زينة، ومن لبنان يعود متن الخبر إلى مصدره الأساسي هنا، ونلقاكم غدًا مع أخبار ومقالات جديدة في أمان الله